الجوجو دول صعب جدا. وزي توت يعني أنا مش بعرف ولا حدا ما حتى مذكرة حتى مش بعرف أعمل هنا كم ساعة جدا صعب يا توتا. أيوة جوري والله الجو صعب جدا جدا جدا. أعمل إيه والله يا رب ماما تقول لنا نروح السينما معانا ولا أعمل حاجة. أنت يا بنت شوية انتوا عايزيني بتعملوا ايه هنا؟ مش انا قلت لكم روحوا ساعدوني ولا عايزين الشبشب يشتغل؟ ما تقومي يلا يا بنت شويه قومي يلا. انت رواية قلتك وانت رواية قلتك ما في ايه هو انتوا سايبين اوضتكم كلها كده مبهدله. قومي يلا قومي. ماما بتقولي ايه يا ماما؟ يا ماما الجو ده انت مش حاسه بينا يا ماما مش حاسه بينا. حتى اختي قاعده اهي وسعانه وانا سعانه انا كمان يا ماما. انت مش حاسه بينا والله يا ماما. تقولي يا ماما قولي لو والله يا ماما بصي الجو ساقع ازاي؟ الجو ساقع جدا جدا والله. اختي فعلا بتقول صح وبتقول كلام صح والله الجو ساقع جدا جدا جدا. تمشي يعني انت مش حاسه بينا يا ماما؟ مش حاسه بينا والله العظيم الجو ساقع جدا. مش عارف اعمل اي حاجه. طب اعمل ايه يا عم؟ طب اعمل ايه يا رب؟ يسلمي يا رب يبدل وانا اروح يبدل وانا اروح. ايه يا رب انا كل يوم على كده. الحمد لله خلصت معانا وراح بقى دفع عشان الجو ساقع قوي. الدنيا كده قربت تنزل تلج. شفتي المواعين امي بقى ذاكري بدل ما تيجي بالشبشب على وشك. يلا قوم. حاضر يا ماما. بكري يا ماما. والله ما ادري يا ماما. والله يا يوم الجو ساقع جدا. حبيبتي يا جوري حبيبتي قومي بقى يا شوشو يا جوري لو انت شاطره قومي جوري لي الغسيل انت عسل انت يا دوم. ايه ما تقوم يا بنات روحوا اعملوا الاكل انا سعانه قوي بقى روحوا يلا روحوا. نعم